السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من مجلتنا التفاعلية ميدياتيك. كل عام وموريتانيا بخير، وكل حول ووطننا بخير وأمن وسلام. في عددنا هذا نصحبكم مع نافذة الأخبار التقنية والإحصائيات التفاعلية، كما نشاهد بعض الأفلام المختارة إضافة إلى جولة في تدوينات الفيسبوك وبقية فقراتنا التثقيفية والتقنية المتنوعة بإذن الله. في أخبارنا التقنية لهذا الأسبوع، أعلنت شركة مايكروسوفت قبل أيام عن نيتها دمج خدمة التواصل سكايب في مجموعة أوفيس الخاصة بإنشاء وتعديل الملفات، وسيكون ذلك عن طريق تشغيل خدمة المحادثة ضمن التعديل الجماعي للملفات عبر الإنترنت، مع إمكانية مواصلة النقاش حول الملف عبر الهاتف أو الحاسوب. وترى الشركة أن هذه الخطوة ستساعد الكثيرين على إنجاز أعمالهم بسرعة وبطرق أكثر كفاءة، نظرا لتواصلهم الدائم عبر مختلف مراحل العمل. نشر موقع تيك رادار المتخصص في الأخبار التقنية تقريرا عن إمكانية دمج قسمية الموبايل والحواسيب في شركة إنتل عملاق تصنيع المعالجات، وتوقع الموقع أن يكون ذلك مع بداية العام المقبل، مرجعا إياه إلى الخسائر التي تكبدتها الشركة في مجال معالجات الهواتف، كما أن دمج القسمين سيؤدي إلى إنتاج أفضل للشركة. في العالم المتسارع على الشبكة العنكبوتية، تنتشر إحصائيات كثيرة عن وجود المستخدمين وتفاعلهم مع مختلف خدمات المواقع، وتظهر كافة الإحصائيات إقبالا كبيرا على مختلف مواقع الملتي ميديا ومواقع الخدمات والبحث والترفيه. إطلالة سريعة على بعض ما يحدث في هذا العالم مع الزميل أحمد ولباه، نتابع. الإقبال الكبير على مواقع وأدوات التواصل الاجتماعية يعكس أرقاما وإحصائيات كبيرة عن الاستخدام اليومي للشبكة العنكبوتية، حيث تقول الإحصائيات إنه خلال كل دقيقة يتم إنشاء 6000 موقع إلكتروني جديد، ويتم إرسال 200 مليون رسالة بخدمة البريد الإلكتروني، كما يتم إجراء مليوني عملية بحث على محرك البحث جوجل. وفي مواقع التواصل الاجتماعي يتم في كل دقيقة إطلاق 678,000 تغريدة على موقع تويتر، كما يتواصل أكثر من 1.5 مليون المستخدمين في خدمة سكايب، في الوقت الذي يتم فيه رفع 216,000 صورة على موقع الإنستغرام. وتقول الإحصائيات أيضا إنه خلال كل 60 ثانية يتم نشر 41,000 منشور على موقع الفيسبوك، والتعبير عما يقارب 1,000,000 إعجاب، ورفع 350 ميجا من البيانات المختلفة إلى الموقع. أما في مواقع المختصة بالملتي ميديا، فخلال كل دقيقة تتم مشاهدة 20 مليون صورة على الفليكر، كما يتم تحميل ما يزيد على 15,000 مقطوعة موسيقية على الآيتونز، إضافة إلى رفع 72 ساعة مشاهدة على موقع اليوتيوب في كل دقيقة. نشر الخدمات التقنية وربطها برغبات المستخدمين وجمعها في منتجات متاحة للجميع هو توجه غالبية الشركات المصنعة اليوم والمسيطرة على المجال تماما، لكن هل يأتي الوقت الذي يمكن لأي فرد تشكيل هاتفه وخدماته كما يرغب؟ فقرة التكنولوجيا تجيب على هذا التساؤل، نتابع. قبل حوالي عام من الآن، وفي مشروع تخرجه، قدم المهندس الهولندي ديف هاينكس فكرة غير مسبوقة في عالم الهواتف، مختصرها أن بإمكان الشخص بناء هاتفه كما يرغب، أي حسب نوع الاحتياجات التي تهمه في حياته. وكان الهدف الأساسي من وراء المشروع هو تخفيف النفايات الإلكترونية. وبعد مرور سنة من العمل الجاد والبحث عن شراكات للمشروع، وبعد أن نشر ديف فكرته على موقع سرعان ما أصبح مكتظا بالزوار، ليضطر إلى ترقية سفره حتى يتحمل الأعداد المتزايدة لهم، أصبح لمشروع فون بلاكس ملايين المعجبين والداعمين للفكرة، إضافة إلى عدد من الشركاء لعل أهمهم شركة جوجل، التي يبدو أنها بدأت خطوات عملية لتطوير النموذج الأولي لفكرة هاينكس. جوجل أعلنت قبل أشهر عن مشروع جديد يحمل اسم آرا، يهدف إلى بناء أول هاتف ذكي قابل للتعديل مباشرة عبر استخدام مجموعة من المكعبات الإلكترونية التي تشغل مكان كل أجزاء الهاتف.
ويبدو أن الشركة مصممة على المواصلة في المشروع، وربما تقوم بدمجه لاحقا مع مشروعها الشهير أندرويد ون لتوفير هواتف ذكية لجميع الأشخاص حول العالم، بعد أن بلغ مشروع ليون مراحل متقدمة، وهو الذي يهدف إلى تعميم الوصول إلى الإنترنت على كل كوكب الأرض. من فكرة في ملف تخرج لطالب جامعي إلى مشروع يدعمه الملايين حول العالم، وتشترك لإنجازه شركات عديدة من مختلف المجالات التقنية، بل إن هناك نية لتعميم الفكرة على كل أنواع الأجهزة إذا ما وجدت تجاوبا عالميا بعد تطبيقها الفعلي. ضمن فقرتنا التعليمية التي نسلط فيها الضوء في كل عدد على أحد المصطلحات التي نسمعها ونحاول تقريب الصورة وتوضيح المفهوم حوله، نتابع في عددنا اليوم مفهوما جديدا ومصطلحا حديثا، حيث نسلط الضوء على مفهوم الإضاءة. نتابع. الإضاءة الفن الأكثر دقة وأهمية في المسائلات التقنية عموما، إذ بدون الضوء لا توجد صورة. وفي عالم السينما والتلفزيون تحايد الإضاءة طبيعة كل المشاهد واللقطات، سواء في جوانبها الفنية كالوضوح والتباين والتعتيم وغيرها، وفي جوانب النصية كالعمق والرمزية والرسالة المراية توصيلها عبر كمية معينة من الضوء في مشهد ما. وقد بدأ الإنسان منذ تعرفه على الصورة كطريقة للاحتفاظ بلحظات معينة من الواقع على شكل لقطات ثابتة أو متحركة، بدأ بالاهتمام بالإضاءة ومحاولة التحكم فيها وتسييرها حسب رغبته وحاجته لخلق الوضع المتلائم مع التصوير. وتنقسم الإضاءة عموما إلى ثلاثة أقسام أساسية. الإضاءة الأساسية وهي المصدر الرئيسي الذي يضيء المنظر ويسيطر على الموقع أو المكان أو الشخص، ويجب أن تشع من مصدرين ضوئيين قويين يتقاطع إشعاعهما بزاوية 45 درجة من امتداد خط العدسة. الإضاءة الخلفية وهي إضاءة تصدر من موقع خلف الموضوع، أي من اتجاه المواجه للكاميرا، ولذا فإنها في حال تصوير الأشخاص توجه صوب رأس الشخص وكتفيه، فتحقق نوعا من السطوع على الشعر وتخلق حافة من الضوء حول الكتفين. الإضاءة التكميلية لأنها تعد نوعا من الإضافة تكمل ما قبلها وتغطي الفجوات والثغرات الظلية وتحشوها بالضوء. وهناك أنواع أخرى من الإضاءة أقل أهمية كالإضاءة التأسيسية وإضاءة الحافة والإضاءة المتوازنة والإضاءة التأكيدية، وكل تلك الأنواع تساهم بصورة أساسية أو ثانوية في تكوين المشهد العام وتحديد تفاصيله وأجزائه. وصلنا إلى عالم الفيسبوك، حيث النقاش والرأي الحر وتبادل الخواطر والانتقادات والترفيه والتوجيه. إطلالة على مواضيع النقاش لهذا الأسبوع مع الزميل محمد حيدرمية. أهلا بكم ومرحبا وعيدا وطنيا سعيدا لكافة المدونين والمواطنين، ونبدأ بتعليقاتكم حول النقاش الذي طرحناه على صفحة البرنامج حول مرور 54 سنة على استقلال موريتانيا. هل حققت موريتانيا حلم الدولة؟ الشيخ الدين أجاب على التساؤل قائلا: لا وألف لا، موريتانيا لم ولن تحقق حلم الدولة طالما ظل المفسدون يعتلون هرم السلطة فيها، خصوصا إذا لاحظنا فضائح السرقة التي انتشرت مؤخرا وتباهي البعض بأكل المال العام نهارا جهارا دون رادع يردعه. كما علق محمد بابا أحمد بقوله: على الرغم من الخطوات التي قطعتها موريتانيا على درب التقدم والاستقلال والحرية، فإن حلم الدولة بمعناه الحقيقي الشامل لا يزال ضربا من الخيال يحتاج تحويله إلى حقيقة واقعية، كثيرا من تضافر الجهود وتعبئة كافة الإمكانيات والصهر كل المكونات الوطنية في بوتقة الوحدة والتلاحم والتضحية والنضال. وكتب عبد الحي محمد سالم بتعليق له: لا أعتقد أننا حققنا حلم الدولة في بعدها الكامل للاستقلال وفي بعدها المؤسسات العميق القائم على دولة الشرع والحق والقانون والعدالة الاجتماعية. ما تحقق حتى الآن هو المستوى الشكلي والسطحي من الدولة والمتمثل في الاعتراف الدولي ووجود شعب وحدود وسلطة وجيش. وكتب دنب موسى قائلا: لا أرى أن موريتانيا قد حققت شعارها الذي تصبو إليه، شرف إخاء عدالة، فالشرف أتجاوزه إلى الإخاء والذي لا أراه موجودا، أما العدالة فيكفي المظاهرات التي تجوب أنحاء العاصمة. فيما علق طالب أحمد قائلا: إذا كان المطلوب من الدولة إقامة العدالة وتوزيع الثروة بين الناس وإشراك المواطن في تسيير شؤونه والسهر على مصالح البلاد والعباد، فإن الاستقلال لم يتحقق لموريتانيا. كما طرحنا في صفحة البرنامج نقاشا حول التقسيم الإداري الأخير لولاية نواكشوط، وتساءلنا كيف ترون قرار مجلس الوزراء بتقسيم نواكشوط إلى ثلاث ولايات؟ هل سيساعد فعلا في ضبط الأمن كما وصفه المجلس؟ أم أنه سيزيد الأمور تعقيدا؟ وهل له سند واقعي يفرضه في هذه الفترة بالذات؟
محمد يحيى علق قائلا: أعتقد أنه قرار صائب وأنه سيساهم في لا مركزية الإدارة وسيمكن السلطات المحلية مباشرة عملها إداريا وأمنيا وسيساهم أيضا في تخفيف الضغط على العاصمة المركزية وذلك من خلال انتشار الخدمات الإدارية في أكثر من إدارة. فيما كتب ملو لبنو قائلا: إن تقسيم نواكشوط إلى 3 ولايات لا يمت للأمن بأي صلة، فالأمن شبه منعدم في أغلب المقاطعات على صغر مساحتها، وقرار التقسيم هو على الأغلب من أجل زيادة عدد الولايات التي تحتوي على عدد كبير من السكان، وليس هو القرار الأمثل في هذه الفترة. فيما علق حد من أحمد بقوله: إن القرار صائب جدا وحكيم ومتأخر بعض الشيء، فالعاصمة نواكشوط دولة في دولة، يخيل إليك أحيانا أنها تستقل تماما عن باقي المدن نظرا لاتساعها وازدحامها. أما فيما يخص سلبية موضوع التقسيم فإنه سيزيد الطين بلة إذا نفذ بعشوائية ودون دراسة مسبقة ومعمقة. حمود الببانة علق قائلا: هذا التقسيم سيزيد من تعقيد الأمور بدل حلها، كما سيزيد من أعباء الموازنة العامة والنفقات. قرارات غير متزنة مثلها مثل مقاطعة الشام ومقاطعة الظهر. وكتب أحمد سالم ناصر الدين قائلا: أعتقد أن القرارات الأحادية والمفاجئة لن يكون لها دور في حل أي من المشاكل والتحديات التي تواجه عاصمة الدولة، سواء كانت تلك التحديات إدارية أو خدمية أو أمنية، بل ستزيدها تعقيدا وتشعبا، كما أنها ستحدث أعباء مادية ولوجستية جديدة على كاهل الدولة كان من الممكن استثمارها فيما يفيد الصالح العام، كما أنه يستحدث تفاوت مراكز هذه الولايات إذا ما وضعنا في عين الاعتبار أن تجمع الأكثر وتفرغ زين والسبخة سيضم ما يقارب 80% من المراكز الحيوية في العاصمة. أما محمد أمين اتفاق فقد علق قائلا: من الناحية الأمنية فنواكشوط منذ 2009 مقسم بين الأجهزة الأمنية إلى 3 أجزاء، ولم يحل ذلك دون تفشي الجريمة بكل أشكالها. أما من الناحية الإجرائية فأظن الأمر مجرد قرار بيروقراطي عقيم، لأن والي نواكشوط أصلا لا أهمية له بسبب قرب السلطات الوصية. عودة إليك الزميلة أمامة. إطلالتنا السينمائية لهذا العدد والتي نقدمها لكم بالتعاون مع دار السينمائيين الموريتانيين، اخترنا لكم فيلما يحمل عنوان القدر. القدر أو مصير الفلان الصغير صورة تمثيلية عن واقع آلاف الأطفال المشتتين بين ألم الواقع وحلم التمدرس، وقد قام بإخراج هذا الفيلم عبدول جا وانتجته دار السينمائيين في عام 2011 ضمن برنامج هل تتحدث لغة الصورة. نتابع. Dis-moi ce que tu as l'habitude de faire dans la journée. Je réveille à 6h, je prie, j'ai une bête qui m'emmène dans la forêt. Jusqu'à midi, je reviens à la maison, je prends le son pour baisser tout le pas. Mon père passe et il est malade pour passer tout le temps. Ok, merci. Quelqu'un d'autre pour nous dire ce qu'il a l'habitude de faire dans la journée? Toi. Thank you.
صالح يوني بره كمان أقول سبا إيه كمان أبا ما هيبدو لي لسه سبا مجيء لي ما هاي أكل مي أكل مي يعني ما تبرك أي بطن أجوني أشتا تيا وانا أكل جانا كابد جون كمان فرنا أبا ما عشتا نام وبس عن غرا يانس أعرف ما كوجي يفتح لي سبا كهاجون أعرف بتوه بتانك أري أري صفحتنا لشخصية العدد والتي نلتقي فيها كل حلقة مع أحد العاملين في المجال التلفزيوني أو السينمائي، التقينا المخرج أحمد طالب وللطالب خيار، وهو مخرج وفني جرافيكس ومونتاج بقناة شنقيط الفضائية. التقى فريق البرنامج وأجرى معه اللقاء التالي. البداية كانت 2008 عند مشاركة في الأسبوع الوطني لفيلم ديك ساعة اللي قدر وركها مهرجان واكشوط القصير، والله مهرجان واكشوط فيلم القصير ذاك، قبضت فيه جائزة الصحرامي ديال الإبداع عن فيلم ينقال له هناك في العاصمة. واصلت في السينما إلى 2009 عدلت فيلم ينقال له كان حلما. من ثم دخلت في تجربة الإعلام المرئي التلفزيوني مع قناة شنقيط الفضائية، أو مشروع قناة شنقيط الفضائية على صحيح الساعة 2009، وواصلت فيها إلى الآن. درت فيها إخراج برامج وثائقية، أساساً هو ارتكازي، أكثر اهتمامي حتى بالبرامج الوثائقية عن البرامج التسجيلية، والله قاعد بشكل خاص البرامج الوثائقية. اختلاف الموجود بين التلفزيون والسينما في الإخراج أنك في السينما إلى حد ما في الفيلم الروائي متمكن من النص ومتمكن من سير الأحداث، وأنت هو اللي طبعاً أنت هو اللي ناشئ القضية كاملة، من تقول ما هو بالضرورة من صفر، يقر انت هو صاحب القصة ولا صاحب الرواية، والله جايبها لك مولاها ولا يتنفذها. يعني رواية ما لك مطلوب منك انك ترسبكت الاحداث، تحترم الاحداث اللي خلقت، احداث معينة قد احداث افتراضية جايبها لك حد، قد احداث خيالية وهذا تمتاز بالفكسيون.
محبب عليا السينما غير بون المشاكل الموجوده في السينما ضعف الانتاج السينمائي عدم وقع خلاتني نقيس التلفزيون ونهتم بالوثائقي اكثر من اجل ان رقاجي قد يواصل في السينما والله في الصوره بشكل عام يعني في السينما والتلفزيون بالنسبه لي انا يعرف توفروا فيه شرطين واحده ادروا يبقى ومستعد ولا جزء من الشرط الاول ومستعد يعود تحمل في الطريق ياسر مشي يعني يبدا من صفر يعرف انه ما يعرف شيء يبدا يتعلم ثانيا يعود من ذاك النوع من الرواقيش اللي ما ترد اي مشكله عن حلم نهائيا ليش برا المشاكل ما يقدر يتصوروا حد خارج المجال يقارن يخش يدور توضح للرواية بدءا بانه قاعد اللي يحاول هو من نفسه قاعد اثباته مسات الناس متبارك ما تعدلوا ما بعد عاد قبال ذوك هو عنده بنيه ملموس يقارن يواصل ويقاوم رغباته هو في الاستسلام يوصل حد رواية يبقيها مهم بيها مستعد يضحي من اجلها يدور يجبرها هذا ما وهو مجال زين قلت توصل منه ياسر نرى سعيد بتعبر عنه بيع ياسر من القضايا وتقدر تجبر فيه نفسك انت وتصل انك تجابر فيه نفسك غير انك تفرص عليه راسك والله تقبله كوظيفه والله كوسيله للدخل المادي ما انك قاعد يدخل منه ماديا انك بالسيف لا تروي تبقيها وتعرفها ومهتم بها تجبر من هالشيء في الاحرار وانت ما حظوظك في انك تنجح فيها تساوي صفر. تعتبر مراقبة الترند أو مؤشرات الاتجاه العام مهمة وأساسية للإطلاع على رغبة المستخدمين في أي مجال خاصة في مجالات الملتيميديا الحديثة. فريق البرنامج وبالتعاون مع موقع بلوار ميديا يقدم لكم إحصائية حول مقاطع الفيديو التي اهتم بها المشاهد الموريتاني لهذا الأسبوع. في المركز الخامس كانت الأغنية الحديثة لخدوجة على الاستقلال الوطني وحصدت أكثر من 1300 مشاهدة خلال الأيام الأخيرة، فيما جاءت تصريحات السيد الشيخ والباية بمدينة الزويرات أثناء خطاب جماهيري لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية والتي أثارت موجة من التدوينات والانتقادات هذا الأسبوع، وتمت مشاهدة المقطع أكثر من 2940 مرة. في المركز الثالث حصدت حلقة من برنامج مساء الخير على القناة الموريتانية ما يزيد على 3200 مشاهدة لهذا الأسبوع، واستضاف البرنامج الأستاذ محمد لمين وللكتاب متحدثا عن الدبلوماسية الموريتانية كبطاقة تعريف للوطن ووسيلة إشعاع للهوية والثقافة. وفي المركز الثاني كان مقطع من كلمة رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود والبلخير أثناء إلقاء خطابه الأخير حول الوحدة الوطنية والذي غص فيه بعبرة وتأثر، وحصد المقطع أكثر من 4115 مشاهدة لهذا الأسبوع. وقد حصدت مداخلة للأستاذ داود والأحمد عايشة حول الوحدة الوطنية أزيد من 7400 مشاهدة، وكانت مداخلة داود ضمن برنامج جلسة وطنية مع عدد من الضيوف. في صفحتنا الأخيرة لهذا العدد نشاهد معكم مقطعا من فيلم النداء الذي قام بإخراجه المخرج عبد السلام الكتاني، ويعتبر فيلم النداء أحد الأعمال السينمائية القصيرة التي أنتجت في سلطنة عمان عام 2012، ويحمل الفيلم نهاية مشوقة للغاية وغير متوقعة. نتابع.
يا شباب نروح نصلي ونرجع نكمل. الله أكبر وصلنا لنهاية هذا العدد من مجلتكم التفاعلية ميديا تيك. لا تترددوا في مراسلتنا بملاحظاتكم وآرائكم والمواضيع التي تودون نقاشها أو عرضها أو تداولها هنا. شاركونا صوركم وخواطركم ضمن صفحات البرنامج التفاعلية الظاهرة على الشاشة. وإلى لقاء الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.